بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا أحلى متابعين؟ هنعمل النهاردة فطاير سريعة لو مستعجلة وعايزة تعمل فطير بسيط كده وأكلة بسيطة ولذيذة هتعملها بسرعة. زي ما احنا شايفين شكلها قد ايه كان جميل والطعم أحلى. فطاير الطاسة بتخلص بسرعة تستحملش معاكي. حابة تحط لها زي ما احنا شايفين مايونيز وهي لسه طالعة سخنة وكاتشب بيدي لها طعم كمان جميل، وأولادك هيحبوها. بنجيب كوباية لبن ومعاها بيضة ومعاها معلقة بيكنج بودر أو معلقة خميرة، معاهم طبعا معلقة فلفل صغيرة ومعلقة خل عشان الزفارة بتاعت البيض، وهي بيضة واحدة بس كفاية. هنحط معاها كوباية دقيق وهنخلط ده كله، يعني مش هتكلفنا حاجة خالص. عندك بقى اي حشو في التلاجة هتحطيه. كان عندي طبعا فلفل الوان اصفر اخضر حطيته، عندي بيف او اي، انت عارفة عيالك بيحبوا الحاجات دي، بس ما تدخليها مع في الفطائر بتبقى احلى كمان، بتاخد سوية على البوتاجاز وفي الطاسة على طول سريعة وبتخلص بسرعة. قطعنا زي ما احنا شايفين اللانشون او البيف حتة صغيرة، عايزة تحط طبعا شيدر، عايزة تحط، حطيت معاهم شوية جبنة موتزاريلا، يعني أكلة خفيفة كده تنفع للعشاء وصدقيني تنفع للغدا وتنفع لأي وقت. هنحط الطاسة فيها شوية زيت مش كتير زي ما احنا شايفين، وهننزل بالمعلقة زي ما انت شايفة اهو، بتوزعيها على الطاسة وتغطي الطاسة، هتبص تلاقيها على طول استوت من تحت، تقلبيها على الجنب التاني على طول، يعني ما بتاخدش معاك وقت خالص، بتبقى جميلة زي ما احنا شايفين. تاخد جنب من تحت تقلبيها على الجنب التاني. هنعمل كذا واحدة من الكوباية اللي انتوا شايفينها دي، يعني اكلة اقتصادية وسريعة وجميلة. ممكن بقى تحط اللي انت عايزاه، ممكن تحط لها اي حاجة انت عايزاها، ممكن لو عندك لحم مفرومة حطي لحم مفرومة، عندك جبن زي ما احنا شايفين حطيت جبن، يعني اكلة سريعة وجميلة. شوفوا الكوباية عملت لي كام قرص زي ما انتوا شايفين من فطيرة، كام فطيرة اهي، عملت لي حوالي 5 فطيرات وهي سخنة كده. وتحط عليها كاتشب ومايونيز، او لو مش عايزة تحط هي طعمها صدقيني جميل جدا وتحفة وطعمها حلو. فطيرة سهلة وخلصت بسرعة، مش هتاخد معاكي وقت، وجميلة جدا والطعم احلى. وطبعا الجبنة الموتزاريلا والحاجات دي بتديلها طعم حلو. حابة ما تحطيش ما تحطيش، بس هي صدقيني جميلة من غير حاجة. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من موعد دودو ابراهيم. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط، والفيسبوك من موعد دودو ابراهيم، وتنسوش قناة تعليقكم من موعد دودو ابراهيم. اتمنى لكم كل خير دايما، ويا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.